يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون من اتخذ إلهه هواه كافرا أو مشركا؟ يكون كافرا أو مشركا إذا أعرض عن الدين واتبع هواه، اتبع هواه نهائيا ولم يمتثل أمر الدين والتوحيد، أشرك بالله وكفر بالله تبعا لهواه. أما إذا اتبع هواه في شهوة من الشهوات عصى الله جل وعلا فهذا كفر دون كفر، شرك دون شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول اتباع الهوى قد يكون شركا وقد يكون كفرا وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة؟ نعم.